أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز. قبل أسامة عبد الركاشة ما كانش فيه رواية تلفزيونية. أستاذ أسامة ما بيحطش كلام، بيتكلم بلسان حال كل شخصية. أسامة كل أعماله تقريباً بتبحث في النفس البشرية وبتربطها بالتاريخ. هنا اتحول الكاتب إلى بطل. مع أسامة أنور عكاشة عايزة تخرج الحوار زي ما هو بالظبط من جمال الحوار. أسامة عامل زي الجراح. كل الثقافات سيحها كده كلها ويعمل منها سبيكة، هي سبيكة الشخصية المصرية. إدى لكل ستات العالم العربي حق. المحتار هو فيلسوف مؤلف ولا مؤلف فيلسوف؟ أسامة أنور عكاشة من الكنوز الثقافية والفنية لمصر. شرف ليا إن أنا قدرت أوصل حاجة في الأعمال اللي بقدمها من أدب نجيب محفوظ. أسامة أنور عكاشة، الجزء الأول، قريباً على الوثائقية.